فهمني شو صاير معه، ممكن تتحسن وتقوم ولا شو وضعه؟ لو سمحتوا اطلعوا خلونا نعرف نشتغل، ما في طيب مجال. فهمني شو صاير معه دكتور. طالعيه لبرا. لك يا شو بيصير لك اذا طمنتنا وقلت لنا شبه؟ لو سمحتوا التزموا بقوانين المشفى ولا تطلعوا لاجل. خلاص فهمنا. يلا اذا بتريد اطلع لبرا. طالع. لو سمحت يلا يا خالق خدي ابنك واطلعي لبرا. خلاص اخي فهمت، اتركني بقى اتركني. اطلعي لبرا يا خالق، يلا لا ضايقوا الدكتور. ماشي. ما بيصير تضلوا جوا. تركونا نشوف شغلنا. ماشي دكتور، بس طمنا الله يوفقك. بوس ايدك يا ابني، بس اللي جميلة شو وضعها هلا؟ عندها نزيف كتير، ولأنه عمرها ما بيساعدها على الحمل صارت حالتها خطرة. لا تاكلهم، عم نعمل اللي منقدر عليه، عن إذنكم. يسلموا. مرحبا، جميلة مردانة؟ وضعها خطير؟ انتي شو عم تعملي هون ولي؟ انت شو جابك لهون؟ نلعي معناها انت كمان تعال معي، شو دخلك فيها؟ لك المرة مرضانة واكيد رح تحتاجني. يلا لا تنقي بوشي وروحي من هون. انا كمان رح ضل معك، يمكن اقدر ساعد بشي. جميلة ليش لحتى تنزف؟ شوفي شو الموضوع. مسكينة صار معها نزيف بالمعدة، فهمتي؟ ها، وانا اللي اتصلت بعلي وجبته لهون ليضل معي. فتحتي هلا وفشيتي قلبك؟ يلا لشوف، روحي من وشي. يلا يلا روحي نقلعي من هون. يلا. لا أنا ما بدي روح. كارولين، كارولين روحي من هون بسرعة بسرعة. بك روحي بقى، عم يقلك انقلعي. قولك أنتي ما عندك لا خجل ولا كرامة. الله يلعنه، العمى عن جد اللي استحوا ماتوا. أمي كرمال الله مو ناقصك. دخيلك أنت كمان، عشو عم تدافع عنا؟ ماشي جاي فورا. كان بدي اخذ شويه معلومات بخصوص المريضه جميله اكارسو، ممكن تفهمي؟ لا تاخذيني، ما عندي وقت احكي، وراي شغل. بس موضوع كتير مهم. عم قلك ما عندي وقت. ارتاحي شوي، انت تعبت كتير اليوم. مجد؟ نعم أنسة. ليش اجيت لهون بهالوقت وما رحت على المدرسة؟ كنت بدي روح بس بعدين ما رحت. لا تخافي، ما رح يعطونا دروس لأنه ما حدا عم بيداوم. بس مع هيك لازم تداوم. خلص خلص رح روح، ارتاحي، خليكي متسطحة. حاسة نفسي عم تلعي أنسة. لك رح استفرغ. مجد اطلعي. لا تعبي حالك، مالي طعمة. ما بدي تشوفني بهي الحال، اطلع شوي. أنسة تسطحي. شميها. ارتحتي شوي هلأ؟ شعري عم يهر. ليك شعري مجد. شعري هر كله.
شعري كله هر. انت مالك مشعة؟ بلا انا صرت مشعة كثير. صدقيني رح تضلي احلى وحده بالعالم. انت مستحيل تصيري مشعة لانك كثير حلوه. امير شعري انا رح امير شعري صرت مشعة لهون وبس. شو هاد؟ أنا بجي على المشفى لزورك، بلاقيك معانقة طالبك وقاعدة. صدقيني انت احلى وحده بالدنيا كلها وما في احلى منك يا عمري. إذا الأولاد سمعوا شو رح يصير؟ وإذا أجوا شو بدنا نقول لهم؟ يا الله دخيلك، عافي لي جميلة بقدرتك وخلينا نرجع على بيوتنا قبل ما حدا يضرب شي.